ماما يعني اذنك يا ماما في ايه ثانيه واحده هقول لك كل حاجه علق الاسانسير وقت الاسانسير يا استاذ دكتور في ايه بس امال ايه اصبر بس يا استاذه منى الشرزي مش هتسيبك يلا بسرعه حاضر هقول لك كل حاجه ثانيه واحده تعالى 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 بينا لو بتاع السوشيال ميديا احنا محتاجين بعدين يا استاذ خش للبيضه اللي جوه في بيضه جوه عندك هم لي بس في الاجتماع في بيضه بس خش لها ثانيه يا جماعه بعد اذنكم يا استاذه استاذه ماجده الوان شخصيه في مكتبي اخيرا جت الفرصه اني اتعرف عليك بشكل شخصي يا استاذ لطفي والله ده شرف ليا يا استاذه ده انا واصل لي شويه انذارات من مكتبك يودوا في داهيه بصاروخ معلش بقى ما بعرفش اقعد بقى بالجزمه كتير بتخنقني تخنقني ما تتخيليش لاي مدى مزعجه جدا طليقتك مدام لبنى جت لحد عندي المكتب وطلبت مني اني اكون المحاميه بتاعتها ودفعت الاتعاب شرف المهنه كان بيحتم عليا اني اعمل شغلي اه لا طبعا ايه الا شرف المهنه واحنا حيلتنا غيره في كلامك نبره طريقه لا اكيد مش مقصوده ما تاخديش كل حاجه كده بشكل شخصي زي ما اكيد كده زياره حضرتك الكريمه دي مش بخصوص لبنى صحيح الزياره بخصوص عصام الصياد الله يرحمه قصدك بخصوص رضوى ممدوح بعد ما عرفت ان انا المحامي بتاعها مش الحقيقه بقى من ميت برضه ولا ايه؟ دورت وراك يا استاذ لطفي لقيتك كنت هترفع قضيه على عصام من سنه تقريبا وما رفعتهاش لا مش بس كده ده انت كمان قررت تعتزل المحاماه والحياه كلها ومش ناوي اكرر الحكايه دي مع رضوى رضوى من حقها زي لبنى كده بالظبط ان يبقى عندها محامي يدافع عنها ويفجر مفاجاه قدام المحكمه حضرتك جايه لي عشان كده عايزه تحرقي على نفسك المفاجاه والله هتعجبك جدا انا جايه وحاسه ان احنا هنبتدي طلباتك ايه يا استاذ لطفي من الاخر عايز ايه من القضيه دي شهره فلوس زباين ولا يكونش ده طارق قديم والله انا يعني دوافعي تخصني والمفاجأة أنا مش ناوي أحرقها. أعتقد دي إجابات كافية. راجع نفسك مرة كمان. لا لا راجعت. شوفي يا أستاذة ماجدة أنا واخد القضية دي عشان حاجات عصام الصياد ما يعرفهاش. ويمكن لو كان عايش كان اتريق عليها. حاجات تافهة يعني وعبيطة كده اسمها الشرف، المبدأ، الكرامة، القيمة. معرفش بقى حضرتك ممكن تشوفيها إزاي. هنتقابل قريب يا أستاذ لطفي. ولو النيابة ما أثبتتش التهمة على موكلتك هضطر آسفة إن أنا أتصرف. فرصة سعيدة. الله ما سيناكيش حاجة. في بيتها هتتعوض قريب. سلام. نورتي. يا وافي. لمي لي الفرقة وتعالى يلا.